في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب اليوم غدو الأيام القادمة بحول الله، سوف نقدم لكم المدن المعنية إن شاء الله في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم. والآن سوف نمر إلى التفاصيل، ويتوقع ابتداء من صباحية يوم غد الجمعة أن تكون أجواء غير مستقرة على العيون أو سرد، محتمل بعض التساقطات واستمرار الأجواء الممطرة على جنوب المملكة على أو سرد وكذلك العيون وبوجدر بإذن الله، وقد تصل حتى الداخل بعض تساقطات المطر أمطار رعدية قوية محليا مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية. استمرار الأجواء المضطربة وكذلك هذه العاصفة المطرية القوية تضرب المغرب كذلك أقصى جنوبه بإذن الله، ويحتمل بإذن الله كذلك استمرار الأجواء المضطربة إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله وبداية شهر يناير. فيتوقع بإذن الله كذلك أن تكون أجواء نسبيا يوم واحد ويوم الاثنين أن تكون أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة بإذن الله مع تجول منخفض جوي أطلسي الله يلطف بنا. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الأربعاء أجواء مستقرة وسيطرة الضغط الجوي المرتفع على الأجواء، وسبق الأجواء مستقرة إلى قليل السبب في معظم مناطق المملكة بحول الله. أما بالنسبة كذلك اليوم الجمعة أجواء صافية إلى قليل السحب، وهذه التوقعات البعيدة المدى كما قلنا لكم فأن التوقعات البعيدة المدى تتغير باستمرار. أما بالنسبة كذلك لتوقعات يوم السبت سوف نقوم كذلك بإدراج لكم النموذج الأمريكي بإذن الله، وكما تشاهدون في النموذج الأمريكي يتوقع بإذن الله بداية شهر إن شاء الله يناير أن تكون كذلك يوم الأحد، يحتمل النموذج الأمريكي يشير إلى أن الأجواء مستقرة محليا مع احتمال ربما بعض القطرات الضعيفة أقصى شمال المملكة، وكذلك النموذج الأمريكي يشير كذلك بأن الأجواء كذلك مستقرة إلى قليلة السحب في معظم